إذن سيدنا صباح الخير عليكم، وصباح الورد والياسمين. صباح الخير كل ما التحق بنا من خلال هذا البث المباشر مباشرة على قناة شوف تيفي. وحنايا كنتواجدوا بشارع علال بن عبد الله، هو الشارع الشهير في مدينة فاس. كما كنشوفوا يعني حركية جد عادية، كذلك كل المواطنين محترمين قواعد السلامة والشروط الصحية. كنشوفوا أن الكل استعمل الكمامات، وهذا دائما شيء اللي كيعجبنا وكيزيد هذا الشيء، كيعطي واحد الصوره ايجابيه لمدينه فاس، لاننا بما اننا كنتواجدوا بالمنطقه تخفيف رقم 2 حنايا على المباشر من خلال الجولات ديالنا المتواصله والمستمره مباشره من شارع علال بن عبد الله. تحيه لكل الناس اللي متابعين معنا من خلال هذا البث المباشر على قناه شوف تيفي. من خلال هذا الجو الصباحي كيف ما كنشوفوا مدينه فاس، فهي اجواء جد عاديه. كذلك بالنسبه للطقس فهو الطقس معتدل بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا كذلك الطقس هذا الصباح. كنولي نعاود وكناكد على بالنسبه للناس ديال مدينه فاس اللي محسوبين من ضمن منطقه تخفيف رقم 2 ان ممنوع عليهم يخرجوا بدون سبب، او ممنوع عليهم يخرجوا بدون ورقه استثنائيه، كذلك ممنوع عليهم يمارسوا رياضه في الهواء الطلق، وكذلك في الاماكن والفضاءات العامه بحال الحدائق او الفضاءات العموميه. اذا كيف ما لاحظتوا معنا وكيف ما لاحظتوا معنا من خلال اللايف انه في الفتره المسائيه فكتكون دوريات ديال رجال الامن بمعيه رجال السلطه في مختلف الشوارع، باش ما يخليوش الناس انهم يمارسوا الرياضه ديالهم، لاننا حنا كان كما تنقولوا كنتصنفوا من ضمن منطقة تخفيف رقم 2. وكذلك لازالت إجراءات صارمة ومراقبة صارمة في مختلف نقاط المرورية في الشوارع والأزقة والأحياء ديال مدينة فاس، بما أننا حنا كنتصنفوا في منطقة تخفيف رقم 2، يعني نفس التدابير مازال في نفسها هي. الحمد لله حنا غاديين في الطريق الصحيح، أننا كنشوفوا نسبة ديال المتعافون يعني كترتفع، وكنشوفوا كذلك نسبة الإصابات أنها كتنخفض. هادشي الا وكيعطينا واحد الامل اننا باش ان شاء الله نرجعوا من ضمن اصحاب المنطقه تخفيف رقم 1، باش حتى حنا نخرجوا المصويضه ديالنا ونخرجوا كذلك في اجواء اللي هي عاديه، وكذلك تحت التدابير الوقائيه اللي كتهيب بها وزاره الصحه ووزاره الداخليه. اكيد من خلال هذا البث هو اننا نكونوا دائما قابل كل الناس اللي متابعينا، كل خوتنا واصحابنا واحبابنا، وانتم اللي كتقترحوا علينا يعني بعض الاحياء والاماكن اللي بغينا نمشيو ليها. هادي اخويا فاس، خويا سليم الله يحفظك الحبيب، سليم القدس مرحبا خويا الله يكبر فيك. صباحكم باكم سعود. سي اسماعيل كذلك، سي مصطفى تحيه من الناس المدينه المنوره الله يحفظ لباس امين اخويا مصطفى الله يحفظك. ملكه صباح الخير، ناجيس ناجيس صباح الانوار، مصطفى صباح الخير خويا كاين شي فطور، ناجيس كذلك، سي زكي الراي. تنمشيو اخويا الاحياء الشعبيه كما كنا راه البارح ولا البارح درنا واحد الجوله بالليل، واحد الطويره درنا بن سوده وفي حي غريو، ما لقينا حتى شي واحد، وكان داك الشيء على المباشر. لاننا كنشكركم نتوما اللي كتبغيو الاحياء اللي نبغيو نزوروها. نعيمه صباح الخير، نعيمه الفحصي، سالي ميرا السلام عليكم من المدينه، هذه مدينه فاس، فاس والكل في فاس. سي نادير مرحبا بك، سي عثمان القريني كمال القريني كمال القريني، وسي كمال القريني مرحبا، سي عثمان، سي رضوان صباح الخير، سي عبد الاحد مرحبا صباح الخير، مونيا صباح النور مونيا، ناجيس صباح الخير، خديجة لالا خدوج صباح الخير على كل الناس اللي متابعين معنا مرحبا بكم. سي عبد الرحيم الناس ديال الجوف الملحة، احسن كفتة عندهم احسن شواية. تنبعث لكم التحية الصباحية من مدينة فاس، كما كتشوفوا الاجواء على المباشر دائما فالحركة فهي عادية، كل ساكنة مدينة فاس ملتزمين كذلك بالتدابير الوقائية، الكل يعني مستعمل الكمامة ديالو، محترمين مسافة الامان، يعني ما كاينش تجمعات هذا الشيء الا، وتيعطينا امل كيعطينا تفاؤل باش ان شاء الله غادي نتصنفوا من ضمن منطقة تخفيف رقم 1 حتى حنايا، باش نخرجوا نمارسوا الرياضه ديالنا في الهواء الطلق، ونخرجوا حيت البنيتات باغيين يمشيو عند كوافور، باغيين يصبغوا شعرهم، باغيين يصوبوا البروشينغ، باغيين يصوبوا بزاف ديال الحويجات، ولكن خصنا نستمروا ونلتزموا في هذه الاسابيع المتبقيه باش ان شاء الله نتصنفوا من ضمن منطقه تخفيف رقم 1 اللي هي يعني من ضمن المنطقه الاولى اللي متصنفه فيها عده مدن واقاليم وعمل. اذا من خلال هذا الصباح نتمنى ان شاء الله نصبحوا
نسمعوا اخبار الخير. ليلى عاتق واد فاس والحديقه الناس واخذ الحيه ديالها. شكرا رشيد. شوف باب بوجلود مرحبا خويا. تحيه من تطوان الاخوه. تحيه الناس ديال تطوان ورين كل ميمي بناني. صباح النور الحسن الصحفي. فشكرا لك ميمي بناني. تحيتنا لك غبرتي علينا. الناس ديال زواغه غادي نشوفوكم ان شاء الله في زواغه. بلال دودو مرحبا بك سي بلال. مرحبا لكل العائله وكل الاسر كل الناس اللي يلاه سلفوا العمل ديالهم. تنقول لهم نتمنوا انكم تدخلوا بواحد النفس جديد وانكم يعني من بعد راحه الحجر الصحي اللي عطاتنا واحد الحوايج اللي هي ايجابيه انكم تواكبوا العمل ديالكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما خدموا تنقول لهم ان شاء الله نتمنوا خير ونكونوا شويه متفائلين. بالنسبه للناس اللي الله غيحطوا الفطور تنقول لهم شهيه طيبه. الناس اللي فطروا تنقول لهم بالصحه والراحه ونتمنى النهار ديالكم يدوز بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. على كل الناس اللي متبعينا من خلال هذا البث المباشر باش ما نطولش عليكم ونكون خفيف عليكم كنودعكم دابا غنتلاقاهم دابا شويه باش نقابل لكم ملخص الحصيله الوبائيه ونتمنوا ان شاء الله نشوفوا نسبه الاصابات قلت بواحد العدد الكبير ونشوفوا قد لك نسبه المتعافون كتطلع وكترتفع باش ان شاء الله نخرجوا الحياه ديالنا اليوميه بسلم وسلام. فهاد الصباح مبارك مسعود كان معكم محمد فليلي الزهري من خلال هذا اللايف. غادي نتلاقاو دابا شويه باش نقابل لكم الحصيله الوبائيه المختصره بمدينه فاس وعلى الصعيد الوطني. صباحكم مبارك مسعود.